ترأس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك اليوم بالرباط افتتاح أشغال ورشة العمل حول الوقاية من حوادث الطائرات المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجستيك بتنسيق مع لجنة آليات التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث وقائع الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهيئة العربية للطيران المدني والمكتب الجهوي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط تحت شعار جمع وتحليل بيانات الحوادث والوقائع الجوية بهدف الوقاية من حوادث الطيران المدني، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة الرابعة للجنة السالفة الذكر التي تحتضنها المملكة المغربية على مدى يومي 11 و12 من الشهر الجاري. اليوم افتتاح ورشة عمل في ميدان السلامة ديال الطيران المدني. هذه الورشة عمل هي منظمة من طرف عدد مهم من الدول العربية ودول شمال إفريقيا. الهدف منها هو تفعيل تعاون بين البلدان من أجل اقتسام المعلومات اللي تتهم الحوادث من أجل تفاديها ومن أجل الرفع من السلامة ديال الطيران المدني. كيف تتعرفوا هذا المجال هو سلامة ديالو هي حقيقة ركيزة أساسية في الميدان، بحيث هي اللي تتمكن من التطوير ديالو. والمغرب متشرف اليوم باش يحتضن هذا اللقاء ديال الخبراء اللي جايين من 20 دول اللي غادي يعملوا خلال يومين باش يتقاسموا التجارب ديالهم ويساعدوا البعض باش يحسنوا من السلامة ديال الطيران المدني في المستقبل.